نعم، مساء الخير مجددا زميل ناصر، مساء الخير مشاهدي الكرام، متواصلون معكم في هذا المباشر لنقل اخر الارقام والاحصائيات المتعلقه بداء الكوليرا. يحضر معي السيد رمضان شويكرات وهو طبيب مختص في علم الاوبئه وايضا رئيس المصلحه. صباحك سعيد سيد. أخير. اذا ممكن تعطينا اخر الارقام المتعلقه بداء هذا داء الكوليرا. للان من 14 اوت حتى لليوم 26 Nous avons enregistré au total 140 hospitalisations. Minhum, parmi les 140 hospitalisations, il y a eu 35 sorties, donc il reste 105 malades hospitalisés. Alors, ces hospitalisations ont concerné essentiellement la wilaya de Blida, avec 106 personnes hospitalisées. Mais le reste, il y a également la wilaya d'Alger qui est concernée, mais également Ain Defla et la wilaya de Tipaza. إذا هذه آخر الأرقام المتواجدة، يعني ممكن باش نذكروا أكثر كما يقول المشاهد الكريم، يعني في حالة استقرار كلية هنا داخل المستشفى. للآن كاين استقرار، كما on peut dire qu'il y a bon, les chiffres sont stables. Nous constatons même une amélioration. Les deux derniers jours, il y a eu moins d'hospitalisation. Donc, il y a une surveillance. On suit encore nos malades et cette situation sur le terrain. Maintenant, je pense que Dr Meftah va parler un petit peu plutôt des recommandations, surtout des recommandations vis-à-vis pour la population. إذا عدد المرضى المتواجدين هنا في مستشفى أبو فريك هم 105 في حالة مستقرة جدا، ينتظرون فقط الضوء الأخضر من معهد باستور ربما للخروج. Voilà. En effet, on attend régulièrement. Bon, nous avons des résultats qui nous sont communiqués pour les coproculture, donc pour les examens pour ces malades-là. Donc on attend ces résultats de l'Institut Pasteur et à chaque fois lorsque c'est nécessaire, donc lorsque c'est négatif, on libère ces malades. Bon, il y a que bon, quelques cas un petit peu particuliers, ce sont des malades tarés qui ont soit en général qui ont une pathologie associée. Et donc l'état on le suit encore de plus près, mais en général sur les, il faut dire qu'il y a 100 malades qui sont relativement dans de bonnes, dans des conditions satisfaisantes de santé. شكرا دكتور. يحضر معي ايضا زميلي ناصر دكتور مفتاح عبد العالي وهو طبيب مختص في الامراض المعديه. ربما تكلمنا بلغه ارقام، الان نتكلم ربما بلغه يعني كما نقولوا حنايا حول الليجيان والوسائل المطهره وربما واش راكم ديروا. بارك الله فيك. السلام عليكم. بالنسبه للمرض هذا تاع الكوليرا هو ينتقل عن طريق الايدي، عن طريق المياه الملوثة وعن طريق الخضار والأكل الملوث. إذن للوقاية النظافة 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 ثم النظافة. نظافة اليدين بالماء والصابون، نظافة الخضار والفواكه التي لا تطبخ، التي لا تطبخ، غسلها قبل الأكل والاستعمال بالماء وفيه قطرتين من ماء جافان في كل لتر. هذه نأكدوا عليها، غسل خاصة السلطة للخضار التي لا تطبخ، الخضار التي تطبخ هي تقضي عليها الحرارة على النار. إذا فالنظافة هي أول شيء. ثاني حاجة نأكدوا والسلطات المحلية أكدت باللي راهي المياه تاع الحنفية راهي معالجة ولا تكون أي خطر. نقدروا نستعملوا مياه الحنفية اللي جينا من البلدية مفتاح المياه هذه راهي معالجة ولا تشكل أي خطر على الإنسان. فحذاري من المياه الغير المعالجة. إذا تكلمنا عن الوسائل يعني النظافة هنا في المستشفى، وش هي الإجراءات اللي قمتوا بها ربما لعدم انتشار العدوى مرة أخرى؟ لعدم الانتشار كل الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري اللي عنده اتصال بالمرضى له لباس خاص وينزعه عند الخروج من المصلحة. هاي كل خلال فترات النهار كاملة على استمرار المعالجة تاع الأرضية، معالجة الأسرة تاع المرضى، معالجة لي باس تاع البيبان بالماء والجفال هي قائمة اش 24. نعم، إذا شفنا ربما العائلات تكون لعائلات المرضى، هل قمتم بإجراء تحليلات خاصة بالنسبة لعائلات المرضى اللي جاوا؟ لعائلات المرضى كاينة الخلية تاع الوقاية لكل مستشفى قائمة بها وتروح عند العائلات دير لهم التحاليل تاع المياه الشروب، دير استقصاء هل هناك من أشخاص اللي عندهم بعض الأعراض ويعطوهم
بعض الأدوية للناس اللي راهم كانوا مباشرة مع المريض، ويديروا لهم التحاليل في نفس الوقت تاع البراز تاعها. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا دكتور. إذا زميلي ناصر، هذه هي آخر المستجدات هنا بمستشفى بوفريك. بلغة الأرقام تكلمنا، بلغة الأرقام وتكلمنا أيضا عن الحالة الاستثنائية المتواجدة هنا، والتي هي بقيت خمسة فقط في 105. نؤكد على 105 قد تماثلوا للشفاء التام، فقط في انتظار الضوء الأخضر من معهد باستور. إجراءات وقائية موجودة أيضا هنا، عملية تحليل خاصة لعائلات المرضى أيضا. شكرا لك وليد مهاجري، كنت معنا من مستشفى بوفريك بالبليدة. شكرا على هذه المداخلة. أعتقد وصلنا إلى ختام